في 8 أغسطس عام 2017 أطلق سمو الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل حفظه الله جائزته بصمة، مقتديا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، مقدمة منه رعاه الله لمن وضعوا لهم بصمة وأثرا في خدمة وطنهم، لتكون مكافأة تشجيعية لمن يستحقها ومحفزة لأبناء المنطقة ومسؤوليها للعمل بجد واجتهاد، دعما منه رعاه الله لمن تميز في الميدان في البناء والتطوير وخدمة المجتمع، ومواكبة لبرنامج التحول الوطني ولرؤية المملكة 2030 ولإحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي والأهلي والخاص، وتشجيعا للأفراد على التميز والعطاء والمبادرة والإبداع. هدف الجائزة: تحفيز الأفراد والقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير بالمجتمع. رسالة الجائزة: أن تكون المشاريع والبرامج التي تقدمها القطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد ذات جودة عالية في الإعداد والتصميم والتنفيذ والمتابعة، ويمكن قياس أثرها في تحقيق الرفاهية والسعادة ومتطلبات وتوقعات المجتمع. قيم الجائزة: المواطنة، الانتماء، التنافس، المهنية، الشفافية، العدل. الجائزة وفروعها: بصمة، تمنح للمشاريع والمنجزات الإبداعية غير الاعتيادية الحكومية والاجتماعية والأهلية، والتي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة. فرع الجائزة: أداء، تمنح للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية ذات الأداء النوعي في تنفيذ ومتابعة مشاريع وبرامج المنطقة الإنمائية وفق مخططاتهم وميزانيتهم المعتمدة ومدى تحقيق الرضا العام. فرع الجائزة: تميز، تمنح للمسؤولين والعاملين بالقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد بالمنطقة نظير جهدهم الشخصي بمتابعة وتنفيذ مشاريعهم وبرامجهم وحرصهم على مخرجات التنفيذ وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وخلق مناخ إيجابي واحترافية تعاملهم مع الجمهور ومع نظائرهم بالقطاعات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة. فرع الجائزة: عطاء، تمنح للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد الذين لهم مساهمات نوعية وفاعلة لخدمة المجتمع وأفراده في المجالات الخيرية والإنسانية والتطوعية. فرع الجائزة: مبادرة، تمنح للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد أصحاب المبادرات المميزة والتي لها أثر إيجابي واستدامة في مختلف المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والبيئية. فرع الجائزة: إبداع، تمنح للقطاعات الحكومية والاجتماعية والأهلية والأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والأدبية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والحرفية والإنشائية وريادة الأعمال. بصمة، جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل 2021.